أغرب المحاكمات المضحكة. محاكمة الحيوان في تاريخ القانون هي محاكمة جنائية لكائن حي غير بشري. تشير السجلات التاريخية إلى وقوع محاكمات من هذا النوع في أوروبا بين القرنين 13 و 18، لكن في الوقت الحالي تعتبر معظم الأنظمة القانونية الجنائية الحيوانات كائنات تفتقر إلى الإحساس الأخلاقي، ومن ثم فإنه من غير الممكن معاقبتها على ارتكاب الجرائم الجنائية. في عام 1315 تمت محاكمة ثور في فرنسا بتهمة الفرار من الحظيرة والخروج إلى الطريق ومهاجمة رجل وقتله، وبعد عدة جلسات وجد الثور مذنباً وحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم. ومن المحاكمات الغريبة أيضاً ما حدث في سلوفينيا عام 1864، حيث تم محاكمة خنزير وأولادها بتهمة قتل طفل صغير، وتم الاستماع لشهادتها من خلال صوتها الغير مفهوم، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق الخنزير، وألبست لباساً كلباس السجناء، وعذبت بتقطيع أجزاء من جسدها قبل إعدامها، لكنهم أفرجوا عن أولادها لعدم كفاية الأدلة. ومن الأمثلة الغريبة لهذه المحاكمات فضيحة ديك مدينة بازل السويسرية، حيث وجهت لهذه الديك سنة 1474 تهمة وضع بيضة، يحكم عليه بسبب ذلك الموت حرقاً هو وبيضته، وقد تخوف أهالي البلدة من إن البيضة التي باضها الديك كانت من عمل إبليس، وخشوا إنها احتوت وحش كوكاتريس الأسطوري. رغم ذلك فقد ثار جدل حول ما إذا كان من الممكن أن يكون فعلاً ثم الديك قد وضع بيضة. وفي عام 1506 تم رفع قضية ضد الفئران بتهمة إتلاف محصول الشعير، تلك القضية كانت من أشهر القضايا على الإطلاق. فبعد استدعاء الفئران لجلسات المحاكمة انعقدت الجلسة ولم يحضر الفئران، مما استدعي تعيين محام لها يدعى بارثولوميو كي يجهز لائحة الدفاع عن أولئك الفئران. وقد اجتمعت هيئة المحاكمة وسألوا بارثولوميو عن سبب عدم حضور الفئران، فأجاب بكل وضوح أن سبب الاستدعاء ليس واضحاً. وفي الجلسة الثانية طلب التأجيل بسبب عدم تمكن بعض موكليه من الفئران من الحضور لأنهم كبار السن. وفي الجلسة الأخيرة طلب بكل شجاعة أن يتم احتجاز جميع القطط في المنازل كي يتمكن الفئران من الحضور، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب الغريب مما أدى إلى إلغاء المحاكمة.